لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يعني بحول الله جل وعلا وقوته في شرح المتن. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين: بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد البسملة، والبسملة بيفتتح بها في يعني تبركا بذكر اسم الله عز وجل، ولا يذكر اسم الله عز وجل على قليل إلا كسره، ويعني دائما، وهذه عادة أهل العلم، تيمنا بالقرآن الكريم إذا افتتحت يعني معظم سور القرآن أو جل سور القرآن بالبسملة. ثم يقول رحمه الله تعالى: والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله. هنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، يعني يناسب مقتضى الحال. فلو كان فهو الآن يعني يؤلف في هذا المعتقد، يقول بسم الله كتابتي، يعني يكتب هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. لو كان إنسان يأكل يقول بسم الله، يبقى بسم الله أكلي. يعني هنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، بيقدر بحسب الحال، يقدر بحسب الحال. لو كان يتكلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ابتدائي، أو بسم الله قولي، أو أقول. ثم قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. المراد بالعقيدة يعني أمران. المراد بالعقيدة يعني العقيدة تطلق، أو الاعتقاد يطلق، ويراد به أمران. أحدهما نفس عقد القلب، يعني يقين القلب، ما يعتقده القلب، وما يجزم به القلب، وما يتيقن به القلب، فهذا يسمى اعتقاد. نعم، ومن هذا الباب يقولون مثلا: فلان اعتقاده قوي، أو اعتقاده متين، يعني ما يعتقده في قلبه. فالاعتقاد أو العقيدة تطلق على نفس عقد القلب ويقين القلب. هذا الأمر الأول الذي يراد به الاعتقاد أو العقيدة. الأمر الثاني أنه يطلق على الشيء المعتقد المعلوم، أنه يطلق على الشيء المعتقد المعلوم، فهو فعيلة بمعنى مفعول، يعني هذا يعني عقيدة بمعنى المعتقد. وهذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة يعني معتقد أهل السنة والجماعة. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقول عقيدة أهل السنة والجماعة المعتقد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة ويدينون به رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة، السنة في اللغة هي يعني الطريقة المتبعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزروعا بزروع. سنن يعني طرق من كان قبلكم. فالسنة في اللغة تطلق على الطريقة، ويراد بها في الاصطلاح
ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون يعني الثلاثة الخيرية من بعده. فأهل السنة هم هو يعني معنى التمسك، السنة يراد بها التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون القرون السلف الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، كما عند البخاري في صحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. والجماعة تطلق على يعني لغة على الناس المجتمعين، نعم. والجماعة لها إطلاقات في الاصطلاح. فالجماعة تطلق يعني فسرها السلف بعدة تفسيرات. فابن مسعود رضي الله عنه فسر الجماعة بالسواد الأعظم. والسواد الأعظم في عهد ابن مسعود رضي الله عنه لم يرد بذلك كل الناس، يعني السواد الأعظم أرادوا بهم في زمن ابن مسعود. لماذا؟ لأنه كان في زمن مسعود رضي الله عنه السواد الأعظم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما فسر ابن مسعود الجماعة بالسواد الأعظم فهذا يراد به السواد الأعظم من في زمن ابن مسعود رضي الله عنه وهم الصحابة الذين كانوا مجتمعين، نعم. ابن شامة رحمه العلامة يعني أبو شامة في البدع في كتابه البدع والحوادث قال: والجماعة هي لزوم الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى. يعني الجماعة هي ما وافق الحق، والحق هو ما كانت عليه الجماعة الأولى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتفرق الأمة إلى فرق وإلى أهواء وإلى أشياع. فالجماعة هي ما وافق الحق. وعلى هذا تفسير النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال يعني افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وسنفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة قيل من يا رسول الله؟ قال في رواية: هم الجماعة. وفي رواية أخرى يقول: هم من كان على مثل ما عليه اليوم أنا وأصحابي. ففسرها في رواية الجماعة، وفسرها وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة بمن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن أهل السنة والجماعة هذا مصطلح يراد به التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما اجتمع عليه يعني أئمة أهل السنة والجماعة. وعندما نذكر بيان معتقد أهل السنة والجماعة لأنهم تميزوا بذلك عن أهل البدع وعن أهل الأهواء وعن أهل الضلالات الذين خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. أبي حنيفة يعني النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني طبعا يعني رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء هو قال على مذهب فقهاء الملة. المعلوم كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الطحاوي رحمه الله تعالى تحول من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، فلذلك هو يذكر أئمة هذا المذهب، فذكر أبا حنيفة رحمه الله تعالى النعمان بن ثابت الكوفي، وكذلك ذكر صاحبيه يعني أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري ومحمد وأبا عبد الله محمد ابن الحسن الشيبان، وهما صاحبة أبي حنيفة. طبعا هذا المذهب يقول مذهب يا فقهاء الملة، هل يعني هذا انحصار فقهاء الملة في هؤلاء؟ أبدا، هؤلاء بعض من فقهاء الملة، وإلا فالمذهب لا يخص هؤلاء، المذهب قديم، مذهب مالك والشافعي وأحمد، نعم. ويعني فلو قال الطحاوي رحمه الله تعالى على مذهب فقهاء الملة منهم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ومنهم أبو يوسف ومنهم أبو عبد الله محمد بن حسن الشيماني، لو قال منهم لكان أولى وأجدر، نعم، لأن فقهاء الملة لا ينحصرون في هؤلاء. ثم إن الإمامة في الاعتقاد، نعم، ليست لهؤلاء، هؤلاء على المعتقد أهل السنة والجماعة، لكن الإمامة في الاعتقاد للإمام مالك، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه ابتلي وامتحن في اعتقاد أهل السنة والجماعة. على كل حال، فلو قال يا المؤلف رحمه الله تعالى على مذهب فقهاء الملة منهم
أبو حنيفة النعمان ومنهم أبو يوسف ومنهم أبو عبد الله، لكان هذا أجدر وأولى. لكن على كل حال أن يعني هؤلاء أئمة ولا شك، هؤلاء أئمة ولا شك، لكن ليست الإمامة، لكن ليست الإمامة والفقه محصورة في هؤلاء، بل الاعتقاد قديم، واعتقاد مالك والشافعي وأحمد، وأقدم من مالك والشافعي، واعتقاد الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال: وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون رب العالمين. طيب، طبعا مسألة وما يعتقدون في أصول الدين غلب على كثير من أهل العلم إطلاق مسائل أصول الدين على يخصون بذلك مسائل الاعتقاد، نعم. وفي الحقيقة يعني مسائل الدين منها مسائل عقدية ومنها مسائل علمية. مسائل عقدية نحو الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضى خيره وشره، هذه كلها إيه؟ مسائل عقدية. وهناك مسائل علمية، أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج، نعم. ويعني فهذه كلها، كل منها يعني الدين يشمل مسائل عقدية ومسائل إيه؟ ومسائل علمية، ولكل منهما أصول. إذن كلمة أصول الدين لا تخص فقط مسائل الاعتقاد كما غلب على كثير على البعض من أهل العلم إطلاق مسائل أصول الدين على الاعتقاد. لا، أصول الدين تشمل كما تشمل أصول الدين في المسائل العقدية، وتشمل كذلك أصول الدين في المسائل العلمية، لكن لا تخص فقط الاعتقاد حتى يطلق أصول الدين على مسائل الاعتقاد، أبدا، يشمل هذا وذاك. وهذا مما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن مسائل يعني أن إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد إطلاق فيه نظر، لأن مسائل الدين منها مسائل عقدية ومنها مسائل علمية، ولكل منهما أصول وفروع. هناك أصول في الفقه ولا لا؟ وأنت عندما تقول لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، هذه كلها أصول ولا لا؟ يتفرع منها فروع ولا لا؟ ينبني عليها فروع، نعم. وكذلك في مسائل الاعتقاد، إذن قوله في أصول الدين لا يخص أصول الدين مسائل الاعتقاد، بل أصول الدين تشمل المسائل العلمية وتشمل المسائل العقدية، وإن كان غلب على كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد، والحقيقة أنه لا تخص أصول الدين مسائل الاعتقاد، تطلق على هذا وذاك. ويدينون به رب العالمين، ويدينون به رب العالمين يعني يتعبدون رب العالمين بذلك، تعبدون رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يعني يعرفهم بنفسه، عرف عباده بنفسه في كتابه وعلى ألسنة الرسل، نعم. فلا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نص أهل العلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ثم قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. نقول: من الذي يقول هنا؟ لماذا جمع؟ لأنه يقول نحن أهل السنة نقول هذا الاعتقاد ونعتقد هذا الاعتقاد، لذلك قال نقول، لم يقل على نفسه، لأنه هو صنف هذه العقيدة لبيان معتقد أهل السنة والجماعة. إذن فقوله نقول يعني نحن أهل السنة بألسنتنا، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق. لماذا جمع بين القول وبين الاعتقاد؟ لأن الإيمان لا ينفع فقط الإقرار باللسان، إلا أن ينضم له التصديق بالجنان، ولذلك ضم له كلمة معتقدين الذي يطلق على اعتقاد القلب، ليدلك على أن الإيمان ليس فقط لا ينفع فقط الإقرار باللسان، وإنما لابد له من تصديق بالجنان. وإلا فالمنافقون كانوا مصدقين بألسنتهم لكن كذبت قلوبهم، نعم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبت قلوبهم وكذبت أعمالهم أقوالهم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وهنا معتقدين بتوفيق الله طبعا يعني لأن الإيمان والقول والاعتقاد
إنما هو محض منة من يعني هذا كله محض منة من الله عز وجل، ولا يعني يوفق ولا ييسر للعبد الإيمان الصحيح ولا الاعتقاد الصحيح إلا إذا كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الأعمال، كما قال الله عز وجل حاكيا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما توفيقي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا هو يعني فعله تيمنا واقتداء بالرسل صلوات الله وسلامه عليه، لأن أمور المعالي ويعني وصحة الاعتقاد وصحة العمل إنما هي محض توفيق من الله عز وجل. لذلك قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، لأن الإيمان والعمل لا يتحقق إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى: إن الله واحد لا شريك له. وابتدأ هذه الجملة، هذه جملة اسمية، وجملة اسمية تدل على الثبات، وقدم حرف التوكيد إن الله واحد لا شريك، والله عز وجل لفظ الجلالة علم على الله عز وجل، لا يتسمى بذلك إلا الله، كما قال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إن الله واحد لا شريك له، والواحد هو اسم من أسماء الله عز وجل، والواحد هو اسم من أسماء الله عز وجل. ومنه قوله تعالى: وما من إله إلا إله واحد. نعم. وكذلك قوله تعالى يعني وما من إله إلا الله الواحد القهار، وما من إله إلا الله الواحد القهار. فالواحد اسم من أسماء الله عز وجل، واسم الواحد يتضمن إثبات صفة الوحدانية لله عز وجل، والوحدانية تعني انفراد الله عز وجل بربوبيته، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وكذلك معنى التوحيد يدور حول معنى، هو التوحيد مصدر كلمة وحد، وهذه الكلمة كلها تدل على الوحدة وعلى الانفراد. فلذلك عندما نقول نقول في توحيد الله، المقصود في ذلك الإقرار بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وفي صفاته. إذن الوحدة، إن الله واحد، الوحدة تنافي الشريك ولا لا؟ تنافي الشيء وتنافي الصاحبة وتنافي الكف وتنافي السمي. نعم. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لذلك أكد هذا المعنى بقوله: إن الله واحد لا شريك له. هو واحد تعني نفي الشريك، نعم، لكن هو أراد أن يؤكد هذا المعنى: إن الله واحد لا شريك له. فجمع هنا بين إيه؟ بين إثبات وبين نفي، والنفي والإثبات كلاهما مقتضى، الجمع بينهما يقتضي إيه؟ يقتضي الحصر. وهذا هو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله عز وجل. ولذلك معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. طيب، ولا شيء مثله معنى لا يمثله شيء، كما في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية في سورة الشورى هي عمدة إيه؟ هي عمدة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية هنا ليس كمثله شيء تضمنت إيه؟ تضمنت نفي مماثلة الله عز وجل لمخلوقاته، وأثبتت أسماء وصفات. إذن إثبات الأسماء والصفات يكون على وجه لا يماثل المخلوقات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهمنا هذا؟ إذن هذه الآية التي هي عمدة أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات، وهي عمدة في باب التوحيد، أنها تثبت نفي مماثلة الله عز وجل لمخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسماء وصفاته، وكذلك تثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
والبداية في يعني هذا المعتقد مصنف في بيان توحيد أهل السنة والجماعة. والتوحيد هو أعظم واجب أوجبه، هو أول واجب أوجبه الله عز وجل على العباد، كما دلت على ذلك نصوص القرآن ونصوص السنة. أما نصوص القرآن فقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. وعلى ذلك التوحيد هو، هذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على أنه أول واجب على المكلفين. وأما دلالة السنة على أن التوحيد هو أول واجب على المكلفين، قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية عند البخاري: فادعوهم أن يوحدوا الله. وهذا التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث الشاهد من الحديث ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهمنا ذلك؟ إذن المسألة الأولى في التي سوف نبينها في هذا الباب أن التوحيد هو أول واجب على المكلفين. طيب، وهذا عند أهل السنة والجماعة. لكن هل هذا الكلام هو ما يقوله أهل الكلام؟ لا، أهل الكلام، وعندما نقول أهل الكلام المقصود بالكلام هم أهل النحل التي خالفت أهل السنة والجماعة، فيطلق على الأشاعرة ويطلق على الجهمية ويطلق على المعتزلة ويطلق على هذه الفرق النارية التي أخبر عنها النبي صلى الله وسلامه عليه بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يرون أن أول واجب على المكلفين هو إيه؟ هو التوحيد. ولذلك الشرك غير قابل للمغفرة، الشرك غير قابل، إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان التوحيد هو أول واجب على المكلفين، ولذلك أول ما بدأت به رسل إيه؟ قومها، هو: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول ما يعني نطقت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وأول ما دعت قومها إليه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أهل الكلام يقولون بأن أول واجب النظر. النظر في إيه؟ النظر في أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، هو الناس يختلفون في بينهم في فطرهم، يحتاجون إلى أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ ألا تكفي هذه الأدلة الماثلة في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس؟ ولذلك توحيد الربوبية مستقر في الفطر ولا لا؟ مستقر في الفطر بأن للكون هذا رب وإله. وهل كانت قريش كانت تخالف في هذا؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قريش لم تكن تخالف في توحيد الربوبية لأن هذا كان مستقرا عندهم، وإنما كانوا يخالفون في ماذا؟ في إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. فلذلك كانوا يلبون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك ولك تملكه وما ملك. فكانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية لكن يخالفون في الألوهية، يعبدون معه غيره. والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
قول أهل الكلام إن أول واجب النظر يعني بذلك التفكر في أدلة إثبات وجود الله جل وعلا، لا، هذا أمر لا يحتاج الناس إلى كثير من التفكر فيه، لأن الأدلة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والبعض تنطع منهم وقال أول واجب هو القصد إلى النظر، يعني يعمد إلى جمع الأدلة، هذه أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، وبعضهم يعني أقبح من هذا من قال منهم إن أول واجب على المكلفين الشك، يعني يشك في وجود الله، يعني يكفر بالله أولا، وبعد ما يكفر بالله يبدأ بقى يبحث عن الأدلة التي يعني تزيل عنه هذا الشك. وهذا الضلال وهذا الانحراف بابه وسببه هو ترك الابتعاد عن نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو هذا دائما مآلات كل من أعرض عن القرآن والسنة، ليس يقابل القرآن والسنة والوحي المنزل من السماء إلا الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن هذه الأقوال كلها أقوال نحن نذكرها حتى تكون تعلم إن, إن, إن اختلاف أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الكلام، فأول واجب على المكلفين هو التوحيد، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة وما كانت عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليه ودلت عليه نصوص القرآن والسنة. طيب، المسألة الثانية في هذا الباب هو هل التوحيد عند أهل السنة والجماعة هو التوحيد عند أهل الكلام أم أن بينهما اختلاف وبينهما فروق؟ الصواب أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة يختلف عن التوحيد عند أهل الكلام، ويختلف عن التوحيد عند أهل التصوف، ويختلف عن التوحيد عند النصارى. التوحيد عند أهل السنة والجماعة مبني عليه، مبني على اعتقاد بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في ألوهياته، واحد في أسمائه وصفاته. ولذلك التوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، توحيد الربوبية معروف مر علينا جميعا، هو الاعتقاد بأن الله جل وعلا رب هذا الكون وخالقه ورازقه ومحيي ومميته. وهذا النوع من التوحيد لماذا قسموا العلماء هذا التقسيم؟ هذا تقسيم اصطلاحي، يعني تقسيم كما تقول إن الحج له شروط وأركان. الشروط وأركان هي يعني هل جاءت في النصوص شروط وأركان أم أن العلماء استنبطوا هذه الشروط والأركان من النصوص؟ إذن كذلك التوحيد، تقسيم هذا التوحيد هذا تقسيم اصطلاحي يعتمد على الأدلة. وهذا التقسيم ليدلك على أن من آمن فقط بأن الله هو رب هذا الكون وخالقه ورازقه ومحيطه ليس موحدا على الحقيقة، حتى لو آمن بالربوبية، لكن لو لم يؤمن بالأنواع الثانية هذه لا سيما توحيد الألوهية لم يكن مسلما، فضلا أن يعني لم يكن مؤمنا فضلا أن يكون مسلما. ولذلك جاء العلماء نصوا على أن التوحيد هو يتضمن هذه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية الذي يعني إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر ومحبة وشوق وإنابة، هكذا العبادات سواء كانت عبادات بدنية أو مالية أو قلبية. وكذلك توحيد الأسماء والصفات الذي يعني بأن الله جل وعلا هو أن يعني الذي يعني تنزيل الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غيره بهذه القيود الأربعة: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وسيأتي تفصيل الكلام في كل ذلك. إذن تقسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد هذا تقسيم اصطلاحي، وهل هذا التقسيم انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية كما يدعي البعض؟ لا، التقسيم ده قديم في كلام الأئمة المتقدمين، فجاء في كلام الإمام ابن مندة. والإمام ابن مندة متوفى سنة 95 و300 هجرية، وجاء كذلك في يعني في كلام الإمام ابن جرير الطبري اللي متوفى سنة يعني 310 و300، وجاء كذلك في
في مؤلفات الإمام ابن بطة العكبري، وكل هؤلاء من الأئمة المتقدمين. إذن التقسيم هذا ليس تقسيما حادثا ولا يختص به شيخ الإسلام كما يدعي البعض، وإنما هو تقسيم قديم مستفهم من مستقم من النصوص. ولهذا قسموا أهل السنة على ذلك، قسموه على ذلك حتى يرد به على أهل الكلام الذين اعتقدوا أن التوحيد فقط هو توحيد الربوبية، وأفنوا أعمارهم في إثبات الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، ولم يوحدوا الله جل وعلا في العبادة. إذن أهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد إلى توحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة، ومنهم الذي يقسمها قسمين، فيقول توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني التوحيد القصدي الطلبي، وهو توحيد الألوهية. لماذا يقولون توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلم الخبري؟ سواء قلت توحيد العلم الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات، فهذا يشمل إيه؟ يشمل توحيد الربوبية ويشمل توحيد الأسماء والصفات، لأن غالب النصوص التي تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعلى أسماء وصفاته كلها أخبار، ولا لا أخبار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عم شيكون إلى آخر الآيات. فكل هذه الآيات التي وردت في الربوبية وفي الأسماء والصفات كلها إيه؟ أخبار. فلذلك يقولون التوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة يقصد بذلك الربوبية، والإثبات إثبات الأسماء والصفات. الثاني التوحيد القصد الطلبي، ويشمل توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن كل ما ورد فيه طلب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقولون، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. كل النصوص اللي وردت في توحيد الألوهية هي, هي, هي عبارة عن إيه؟ طلب، سواء طلب الأمر أو طلب الترك. اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أو طلب الترك، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. طيب، إذن تقسيمات أهل السنة هذه هي عبارة عن إيه؟ تقسيمات مستفادة ومستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، سواء قسموها إلى ربوبية، سواء قسموا التوحيد إلى توحيد ربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو قسموها قسمين، توحيد العلم الخبري الذي يراد به ماذا؟ ربوبية والأسماء والصفات، خليك معايا يعني، خليك يا مركز معايا، والتوحيد القصد الطلبي ويقصد به توحيد الألوهية، لأن كل ما فيه هو عبارة عن إيه؟ طلب. هذا هو التوحيد عند أهل السنة والجماعة. التوحيد عند أهل الكلام ينحصر في توحيد الربوبية، لا يتعدى التوحيد عند أهل الكلام توحيد الربوبية. ولذلك أقسام التوحيد عند أهل الكلام ثلاثة، وانتبه لهذه الجملة التي أقولها لك. دائما أهل الكلام بيعتمدون على ألفاظ مجملة، وهذه الألفاظ المجملة حمالة أوجه، وهم دائما يستعينون بهذه الألفاظ المجملة لأنهم يريدون بها باطلا، مع أنها قد يفهم بها غير هذا الباطل، لكنهم يسوغون بها هذا الباطل. فالتوحيد عند أهل الكلام أيضا ينقسم إلى ثلاثة: توحيد الله في أفعاله لا شريك له، وتوحيد الله في ذاته وأنه واحد بصفاته لا شبيه له، وأنه واحد في ذاته لا قسيم له. كم نوع من التوحيد عند أهل الكلام؟ قابلوا الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قابلوها بهذه الثلاثة: توحيد الله في أفعاله لا شريك له، طيب، وتوحيد الله بصفاته لا شبيه له، وتوحيد الله في ذاته لا قسيم له. الكلام انت تسمعه كلام قد يقول له اطلاقات محامل صحيحة،
لكن تعالى نتعرف على ما يريدون بهذه الأشياء. أما قولهم توحيد الله في أفعاله لا شريك له، فالمقصود بذلك هو إيه؟ الربوبية. ليه؟ هو عندما نقول في توحيد الربوبية بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي يتصرف في هذا الكون، يبقى اسمه توحيد إيه؟ هذا توحيد الله في أفعاله، ليس هناك أحد يتصرف في هذا الكون إلا الله سبحانه، هذه ربوبية ولا لا؟ هذه ربوبية. لكن توحيد الألوهية هي توحيد الله بأفعال من؟ بأفعال العباد، تصلي لله، تصوم لله، تزكي لله، تسبح لله، تنذر لله. إذن توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله هو، وتوحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد. لا يعبدون إلا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا تعبدوا غيره. يبقى توحيد الله، يبقى إذن توحيد، الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إيه؟ أن توحيد الربوبية هو توحيد الله في أفعاله، هو الله، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. أما توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. طيب إذن قولهم توحيد الله في أفعال الشريك له، هذا النوع صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن هذا هو توحيد الربوبية. طيب والنوع الثاني أنه واحد بصفاته لا شبيه له، وأنه واحد بصفاته لا شبيه له، هم أدخلوا في ذلك، أرادوا بهذه الجملة نفي صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم قالوا لو أثبتنا لله عز وجل الوجه واليدين والقبضة والنزول والمجيء والإتيان فالبشر يتصفون بهذه الصفات، والله عندهم واحد بصفات لا شبيه له، ولذلك هذه الجملة المهمة أدخلوا تحتها إيه؟ نفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى على اعتبار أن هذه الصفات المخلوقين وأنها جوارح. طيب والله جل وعلا عندما يقول يد الله فوق أيديهم فأثبت له يدا ولا لا؟ وأثبت للمخلوقين يدا ولا لا؟ هل يدك ياك اليد؟ طيب قول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أثبت له كيدا، أثبت للمخلوقات كيدا وأثبت له كيد، هل كيد الله عز وجل كيد المخلوقين؟ كيد المخلوقين لإبطال الحق ونصرة الباطل، وكيد الله عز وجل لإحقاق الحق وتثبيته، فهل الكيد كالكيد؟ إذا هل يعني التشابه في الأسماء يعني التماثل في الحقائق؟ أبدا، ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت انتبهت هنا لماذا اختار الله سبحانه وتعالى من أسمائه السميع البصير دون جميع أسمائه؟ تأملت هذه النقطة؟ ها؟ لأن أغلب المخلوقات لها إيه؟ لها مستمع وبصر، أغلب المخلوقات. فإذا نفى المماثلة في السمع والبصر التي هي مشتركة في أغلب المخلوقات ففي غيرها من باب أولى. إذن إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى يكون على وجه ليه؟ لا يماثل المخلوقين، ولذلك قال الله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقال على الإنسان إيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل السمع كالسمع؟ سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات، لا يشغله صوت عن صوت، سبحانه وتعالى يفسر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء. شعر يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليالي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحالي، فامنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. من اللي حيرى البعوض الصغير ويتمد جناحها في ظلمة الليل؟ إذن هل السمع كالسمع؟ أبدا. إذن التشابه بالأسماء لا يعني، فقولهم إن الله واحد بصفاته لا شبيه له أرادوا بذلك إيه؟ أرادوا النفي صفات الله سبحانه وتعالى. التوحيد الثالث الذي عندهم أنه واحد في ذاته لا قسيم له، هؤلاء أرادوا أيضا بذلك نفي صفات الله سبحانه وتعالى أيضا. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الصفات هي أجزاء وأبعاد، يعني اعتقدوا أن الوجه واليدين والقبضة والساق والعينين والوجه
ها والساق والرجل، كل هذه جاءت بها النصوص، اعتقدوا ان هذه تجزئه، لذلك قالوا ان الله واحد، انه واحد في ذاته لا قسيم له. والصحيح انها صفات، هذه صفات الله سبحانه وتعالى، ها صفات الله سبحانه. الله جل وعلا يتصف بصفه الوجه، له وجه، ووصف وجهه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معنى الآية هنا إيه؟ وتبقى الذات المتصفة بالوجه. فالصفات ليست أبعاد ولا أجزاء، الصفات صفات ذات الله جل وعلا. الله جل وعلا يتصف له صفات، صفات ذاته، له صفات فعل وله صفات ذات. صفات الذات الوجه والعينين والقبضة واليدان والساق، ها والأصابع والقبضة، كل هذه صفات الله سبحانه وتعالى. هذه صفات إيه؟ صفات ذات. وصفات الأفعال النزول والمجيء والإتيان والضحك والعجب والعجب والرضا، نعم، والاستواء، كل هذه صفات فعل يفعلها الله جل وعلا حينا ولا يفعلها حينا آخر. إذن قولهم إنه واحد في ذاته لا قسيم له، أرادوا بذلك نفي الصفات، لأن الصفات عندهم أجزاء وأبعاد. فلذلك دائما سوف نرى على مدار دراستنا أنهم دائما يطلقون ألفاظا مجملة، وهذه الألفاظ المجملة مهمة، وهم يريدون بها معاني باطلة. لكن أهل السنة والجماعة سبحان الله، الحق أبلج والباطل لجلج، بل نقذر بالحق على الباطل فيدمغه. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء الألوهية، توحيد الأسماء والصفات ليس فيها أدنى التباس، أو توحيد العلم الخبري، أو توحيد القصد الطلبي، كلام واضح متين يراد به، بين على ما فيه من معاني، وهكذا نصوص الكتاب والسنة. ولذلك من طريقة، من أهم ما يتميز به أهل السنة والجماعة، أنهم يعتمدون في مسائل الاعتقاد على ألفاظ الكتاب والسنة دون أي ألفاظ أخرى. والتمسك بألفاظ الكتاب والسنة في بيان المعتقد بيشمل عدم الزيغ، بيضمن عدم الانحراف وعدم الاتيان بألفاظ مهمة، لأن ألفاظ الكتاب والسنة على في غاية الوضوح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت سمعا وبصرا على وجه لا يمثل المخلوقين، وكذلك جميع أسماء الله جل وعلا وجميع صفات الله عز وجل. فهمنا التوحيد عند السنة والجماعة، وفهمنا التوحيد عند المتكلمين. إذن غاية التوحيد عند المتكلمين هو إيه؟ التوحيد إيه؟ الربوبية، أنه واحد في أفعاله، وما ذكروا أنه واحد بالصفات لا شبيه له، أو أنه واحد بذات لا قسيم له، أرادوا بمعاني معاني باطلة، نفي صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. صفات الله التي لا نعم. نعم. واحد صفات الله لا شبيه له، ما قالوش مثيل له، قالوا لا شبيه له. قالوا إن لو أثبتنا لله يد فللمخلوقين لهم يد، فاليد كاليد، فوقعوا في خطأين هنا. قالوا لو أثبتنا لله يدا، يعني ألم يقل الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أثبت له إيه؟ لا، أثبت له يدين، بل يداه. طبعا احنا في توسع شويه، انت اول مره توسع التوسع ده. طيب انت الان في السنه الثالثه، هتخرج ان شاء الله باذن الله سبحانه، ان شاء الله باذن الله هيكون منكم دعاء باذن الله عز وجل، وهتعوضون باذن الله، لانك اذا انتهيت من معهد فضل الله جل وعلا، انت كنت على اول فضل الله سلم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فلابد يكون عندك هذا التاصيل لمسائل الاعتقاد، حتى تعلموا دفعتكم هذه اخر دفعه هتدرس العقيده التحويه، اخر دفعه. بعد ذلك العقيده التحويه هتدخل في دراسات تكمليه بعد المعهد، فانتوا اخر دفعه هتدرس العقيده التحويه في المعهد، لان المعهد بعد ذلك انتوا كنتوا كم سنه؟ اربعه. بعد كده بعد ذلك المعهد 3 سنوات، الدفعه الجديده اللي دخلت في سنه اولى سنتي اللي هي تمهيد السنه دي هذا العام. فلذلك يعني الحمد لله انتوا دفعتكم دفعه بفضل الله محظوظه، ان انت اجباري تدرس التحويه اجباري. والعقيده التحويه فيها تاصيل كبير جدا، وفيها توسع، وهتوسع لك المدارك. تدرست بفضل الله جل وعلا دفعتكم
اعتقد انها درست العقيده الاسلاميه واصول العقيده اللي هي في التمهيدي اصول الايمان، ودرستم كذلك فتح المجيد، ودرستم الوسطيه، ها، ودرست كم كتاب درستم؟ 4 كتب. كل اللي بعدكم مش هيدرس الكلام ده خالص، اخر حاجه هيدرسها الوسطيه فقط، ومش هيدرس فتح المجيد زي ما انتم بفضل الله جل وعلا. انا اعتقد ان انا درست بعضكم فتح المجيد، او اخواني كمان درسوا لكم فتح المجيد، يعني الكتاب التوحيد. فالحمد لله الدفعه بتاعتكم دفعه المفروض ان انتم دفعه يعني من الدفعات اللي هي المحترمه، يعني الدفعات القويه بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك انت اصبر علي، ما تعجلش كده، انا ساعات بلمح كده في وجوهكم، انتوا ناس يعني بقالكم 4 سنين في المعهد، يعني المفروض الكلام ده ما تتعلم تسمع الكلام ده وتستوعبه وتناقش وتفهم. لان يعني ساعات كده بنظر لبعض الوجوه الاقي الامور كده، انا بتكلم كاني بتكلم في واد وهو في واد اخر. احنا لسه خلصنا هذا التوحيد عند اهل الكلام، ها، اذا احنا ذكرنا ايه الان؟ التوحيد عند اهل السنه والتوحيد عند اهل الكلام. طيب اتفقنا ان التوحيد عند اهل الكلام هو غايته ايه؟ توحيد ربوبيه. طيب معنى كلمه التوحيد هو هكذا، لما اختلفوا عن اهل السنه فقالوا كلمه التوحيد كلمه لا اله الا الله عند اهل السنه معناها ماذا؟ لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. نعم، لان معنى كلمه الاله اله ياله الهه اي عبد يعبد عباده، ها، ومنه قوله تعالى اتذر موسى وقومه ليذرك والهتك في بعض القراءات، يعني والهتك وعبادتك. اذا لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله. ولماذا بحق؟ لان المعبودات التي عبدت بالباطل وبالظلم والطغيان كثيره، عبد الصليب وعبد الوثن وعبد الحجر وعبد البقر وعبد الشجر وعبد الشيطان، وكلها معبودات بالباطل، لكن الذي عبد بالحق هو الله سبحانه وتعالى. طب هذا عند أهل السنة والجماعة. عند أهل الكلام معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ها، أنهم يقولون أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، هو توحيد إيه؟ الربوبية. ولذلك لما قالوا هذه المقالة ما الذي حدث؟ لما اعتقدوا أن غاية التوحيد هو الربوبية وأفنوا أعمارهم في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وحملوا الأدلة التي وردت في الكتاب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هنا ينفي الله جل وعلا، ينفي إيه؟ ينفي وجود آلهة مع الله سبحانه وتعالى. انتظام هذا الكون لو كان هناك آلهة، ها، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. معنى الآية هنا على فرض المستحيل لو وجد معه آلهة، على صحيح من أقوال المفسرين وأقوال السلف، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابتغوا إلى ذي العرش أي إلى الله سبحانه وتعالى القربة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والآية دي نزلت في إيه؟ كما قال ابن مسعود، نزلت في قوم عبدوا أناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك البشر، هؤلاء البشر، بعبادة الجن. فنزل قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فلذلك لما قالوا دليل التمانع، دليل التمانع اللي في القرآن يختلف عن دليل التمانع عند الكلام ده موجود عندك في الشرح، شرحه أو ورده الشيخ ابن أبي العز. كل اللي أنا بقوله هذا لو راجعت الشرح هتجده فيه، بس ممكن أنا بأصله لك تأصيل مركز. دليل التمانع عند أهل الكلام يختلف عن دليل التمانع. دليل التمانع في القرآن نفي إيه؟ نفي الآلهة مع الله سبحانه وتعالى. أما عند المتكلمين دليل التمانع إنه ليس صانع، ليس إلا صانع واحد للكون، وهذا توحيد إيه؟ الربوبية. ولذلك وقعوا في الشرك، لأن التوحيد عندهم لا يشمل توحيد الألوهية، فعبدوا الأضرحة وعبدت القبور وصرفوا العبادات لغير الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الاعتقاد الفاسد، لأنهم ليس عندهم توحيد الألوهية. العرب أبو طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه، والحديث في الصحيح، لما قال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، كان عنده من؟
كان عنده ابن ابي اميه عبد الله ابن ابي اميه وابو جهل صاحبه المشركان. فالرسول قل لما قال له قل لا اله الا الله يقولون يا ابا طالب، وهو يهم ان يقول ها يقول اترغب عن مله عبد المطلب، لان مله عبد المطلب هي ايه؟ تنافي لا اله الا الله. العرب كانوا يعرفون ذلك، فكان اخر ما كلمهم به انه هو على مله عبد المطلب وهلك كافرا، ولم يقل لا اله الا الله، لانه يعلم انهم عرب خلص يعلمون ان كلمه لا اله الا الله تعني افراد الله جل وعلا يا بالعباده. فهمنا هذا؟ لكن اهل الكلام اعتقدوا ان لا اله الا الله هي القدره على الاختراع وهي حصل توحيد الربوبيه. فهمنا هذا؟ طيب، اذا علمنا التوحيد عند السنه والجماعه، وعلمنا التوحيد عند اهل الكلام. التوحيد عند الصوفيه يختلف ايضا عن التوحيد عند اهل السنه والجماعه. التوحيد عند الصوفيه، الصوفيه ثلاث طوائف. الطائفه الاولى مثل اهل الكلام المتصوفه الذين يعتقدون ان التوحيد هو توحيد الربوبيه، الاعتقاد بان الله هو الرب والرازق والخالق والمحيي والمميت. هذه طائفه، ولذلك عبدت الاصنام، وهذه الطائفه صرفت ايه؟ نذروا لغير الله، ذبحوا لغير الله، طافوا بالقبور، دعوها، دعوا الاموات من دون الله سبحانه وتعالى، لان التوحيد عندهم هو فقط توحيد انا بقول هو الرب والخالق. طب والعباده؟ لا، شبهوا من؟ شبهوا كفار قريش، ولا لا؟ شبههم، كانوا يثبتون لله جل وعلا ربوبيه، لكنهم نفوا الالوهيه عن الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية المتصوفة الاتحادية أمثال ابن عربي والحلاج، وهؤلاء التوحيد عندهم يعني أن الله جل وعلا تعالى الله عن ذلك موجود أزلا في جميع المخلوقات حتى في الدواب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقولون إن الله موجود أزلا في كل شيء حتى الدواب، ويعتقدون أن هذه المخلوقات ما هي إلا صور لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك ابن عربي الحلاق، ابن عربي هذا يكون يقول ما في الجبة إلا الله، يمسك جبته هكذا نعوذ بالله. نعم، بل يعني تمادوا في الضلال وفي البهتان، وهذا كفرهم أعظم كفر، أعظم كفر اليهود والنصارى، ابن عربي والحلاج، لأنهم يعتقدون أن الله جل وعلا موجود أزلا في المخلوقات، وهذه المخلوقات ما هي إلا 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 صور لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الطائفة الثالثة المتصوفة الحلولية، وهؤلاء المتصوفة يزعمون التوحيد عندهم أن الله جل وعلا يحل في عبادة الصالحين بكثرة العبادة، فإذا اجتهد العبد عندهم في العبادة صار محلا لأن يحل الله عز وجل فيه. نعم، وهؤلاء كفرهم أعظم من كفر النصارى. لماذا؟ لأن النصارى فقط يقولون بأن الله حل في من؟ حل في المسيح ابن مريم فقط، لكن هؤلاء يقولون بأن الله يحل في عباده الصالحين، إذا أكثروا العبادة واجتهدوا في التقرب لله سبحانه وتعالى حل الله في ذلك. إذا فهمنا التوحيد عند المتصوفة أنهم كم طائفة؟ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المتصوفة التي وافقت أهل الكلام في الاعتقاد بأن التوحيد فقط هو توحيد الربوبية. النوع الثاني من المتصوفة الاتحادية، الذين اعتقدوا أن الله جل وعلا يحل في مخلوقاته، وما هذه المخلوقات إلا صور لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء كابن عربي والحلاج وغيرهم. نعم، الفصوص المكية لابن عربي مملوء بكل هذه الكفريات. النوع الثالث من المتصوفة الحلولية، الذين زعموا أن التوحيد عندهم أن الله جل وعلا يحل في عبادة الصالحين إذا أكثروا من العبادة واجتهدوا في التقرب لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أيضا كفرهم أعظم من كفر النصارى، لأن النصارى فقط زعموا أن الله يحل في المسيح، ولا زعموا أن الله يحل في جميع المخلوقات. فهمنا هذا؟ إذا نحن عرفنا الآن في هذا الباب نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، عرفنا إيه الفرق عند التوحيد عند أهل السنة والجماعة، والتوحيد عند أهل الكلام، والتوحيد عند المتصوفة، وأن الله لا شيء مثله، وتكلمنا على ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، مهم جدا هنا أن تعلم
أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. هذه من المسائل المهمة وليس العكس، ليس العكس. يعني إذا كان الله عز وجل هو الذي يعبد وحده ولا يجوز صرف شيء من العبادة إلا له، فكذلك هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، وهو الذي يميت. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية لا يتضمن توحيد الألوهية. ولذلك لما المشركون أفرادوا لله عز وجل الربوبية كفروا بي يعني بألوهية ولم يفردوها به سبحانه وتعالى. إذن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. طيب، ولذلك إذا كان الله عز وجل إله فلا يخلق إلا الإله، لأن العاجز لا يكون إلها ولا لا؟ طبعا الذي يحتاج يكون إله أبدا. ولذلك الله جل وعلا لما وبخ اليهود والنصارى، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لماذا ينص الله عز وجل على أنهم يأكلان الطعام؟ لأنهم يحتاجان، وهذا لا يكون إلها. الإله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد سبحانه وتعالى، يحتاج أن يأكل أو يشرب أو ينام. تعالى الله عن ذلك، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفض الميزان ويرفعه سبحانه وتعالى. ولا شيء مثله. وكذلك قوله، طبعا أنت عندك في الكتاب، الكتاب في شرح ابن أبي العز أحيانا بيستطرد في بيان بعض ألفاظ أهل الكلام، مثل واجب الوجود والممكن والمعدوم، وأنت كل ذلك يعني فقط تطلع عليه، ولكن يعني فقط تنظره فقط. يعني قال ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى لكمال إيه؟ لماذا قال ولا شيء يعجزه؟ لكمال قدراته سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. طيب، المعلوم أيضا في شيء مهم جدا في مسألة، ولا شيء يعجزه. الله جل وعلا عندما أثبت له أسماء والصفات، أثبت إثباتا مفصلا أم أثبت إثباتا مجملا؟ لا، الإثبات مفصل. مفصل يعني إيه؟ يعني ليس هناك صفة من صفات الله جل وعلا إلا والله يذكرها. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله هو، الملك القدوس السلام، والمؤمن المهيمن العزيز والجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. يبقى فصل ولا لا؟ فصل. وأما النفي مجمل. مثال على النفي المجمل إيه؟ قول الله عز وجل واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. النفي مجمل، لكن إثبات إيه؟ إثبات مفصل. نعم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب. مجمل. فصل إيه اللغوب ده؟ لا، يعني ما مسنا من تعب ولا نصب، لا، وما مسنا من لغوب. يبقى النفي ايه؟ مجمل، لكن الإثبات مفصل. عند أهل الكلام العكس، عندهم الإثبات مجمل والنفي مفصل. يعني ايه؟ يعني لما يقول في الإثبات الله عز وجل موجود، طب فقط موجود وأين صفاته؟ لا، فالجهمية تثبت لله جل وعلا صفة الوجود فقط، والأشاعرة أثبتت سبع صفات ونفت ما عداها، والمعتزلة نفت جميع الصفات وأثبتت أسماء دون صفات. في قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، معنى هذه كقوله تعالى ليس كم، يعني هذه لكمال قدرته سبحانه وتعالى، فهو لا يعجزه شيء، لأن العاجز لا يكون إلها، العاجز لا يكون إله. لذا قال جل وعلا وكان الله على كل شيء مقتدر، إن الله على كل شيء قدير. وذكرت لكم أن
مما يختلف به أهل السنة والجماعة عن أهل الكلام وعن أهل البدع أن الإثبات عند أهل السنة والجماعة إثبات مفصل. طيب في قول الله عز وجل ليس والنفي إيه؟ والنفي مجمل. طيب تعال نطبق هذه القاعدة على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء النفي مجمل ولا لا؟ مجمل نفى مماثلة. لكن في الإثبات وهو السميع البصير فصل ولا لا؟ فصل في 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 إثبات يعني اسم الله السميع المتضمن إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وفصل في إثبات اسم الله عز وجل البصير الذي يتضمن إثبات صفة البصر وصفة العينين لله عز وجل وصفة العين لله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ يبقى النفي إيه؟ مجمل والإثبات مفصل. طيب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره نفي ولا لا؟ مجمل ولا لا؟ مجمل. ولما أثبت فصل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كان هذا القرآن وكذلك السنة، فالسنة كذلك الإثبات فيها مفصل. نعم. الحديث الذي هو مسلم في 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 صحيحه أن حبرا من أحبار دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، قال يا أبا القاسم، لكن لا أعترف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، هذه كنية النبي عليه السلام لا يكتني بها غيره، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قالوا يا أبا القاسم هل علمت، قال يا أبا القاسم هل علمت أن الله جل وعلا يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والسماوات على أصبع والماء والشجر على أصبع والماء وسائر المخلوقات على أصبع ثم يهزون يقولوا أنا الملك أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. وهذه من السنة إيه؟ السنة التقريرية. فيها إيه؟ إثبات مفصل ولا إيه؟ مفصل. إذن إثبات في الكتاب والسنة إثبات مفصل. ما ثبت في الصحيحين أن الله جل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقبض السماوات بيمينه ثم يهزون يقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يقبض الأراضين بيده الأخرى ويهزهن ثم يهزون يقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. إذن إثبات ولا لا؟ السماوات باليمين والأراضين باليد الأخرى ولا لا؟ فيها ذلك. طيب ما تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وقعت في كف الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. مفصل ولا إثبات الكف لله سبحانه وتعالى؟ إذن جميع الإثبات في الكتاب والسنة إيه؟ مفصل. والنفي عند أهل البدع وعند أهل الكلام العكس، النفي عندهم مفصل والإثبات مجمل. عندما يثبت لله جل يقول إن الله موجود، طب وأين صفاته؟ هو لما كل يسمع ولا يرى ولا ينزل ولا يجيء ولا يبصر، يبقى معنى إيه؟ هذا النفي كله عاد على إثبات على إثباتين بإيه؟ بالإبطال. كيف يكون موجودا ولا يسمع ولا يبصر ولا وليس له ولا ينزل ولا يجيء ولا يضحك ولا يجيب ولا يعني سائر صفات سبحانه وتعالى؟ يبقى ليس له شيء. ولذلك السلف كفروا ايه؟ كفروا كبار الجهمية، لان معنى نفي صفات الله سبحانه وتعالى نفي وجود الله عز وجل، ما بيؤمنوش بالله، لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وهم عندما يقولون ليس له صورة ليس له جسم ليس له شبح ولا جوهر ولا عرض ولا صفة ولا ذي لون ولا طعم، بيفصل في ايه؟ فصل في الإجمال، بيفصل في النفي. ولما يثبت إجمالا، وهذا خلاف كتاب، يعني يخالف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ إذن إثبات عند أهل السنة والجماعة، لأن الإثبات اللي جاء في القرآن والسنة إثبات مفصل. يعني لا ينفعك إثبات الأسماء والصفات إلا أن تؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه
أو تؤمن بما بصفات الله جل وعلا على ما ذكره الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله. لكن لو أمنت ببعض الصفات دون البعض، هذا معنى الإثبات المفصل، إن الإيمان لا يكتمل لك إلا بالإيمان بجميع هذه الأسماء والصفات، فيما فصله الله عز وجل لا تؤمن به، وفيما أجمله الله جل وعلا، لأن في أسماء لا يعلمها الناس. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إحنا بنؤمن بهذه الأسماء التي لا نعلمها، نؤمن بها إجمالا لأنها وردت إجمالا، لكن نؤمن بالأسماء والصفات التي ذكر الله جل وعلا على التفصيل، وهذا معنى الإثبات إيه؟ هذا معنى إثبات المفصل. لكن الأهل البدع لما كانوا ينفون جميع صفات الله سبحانه وتعالى فالإثبات عندهم إيه؟ مجمل منافي مفصل. طيب قد يقول قائل، طيب هناك ورد في كلام الله سبحانه وتعالى بعض التفصيل في النفي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فصل ولا ما فصل؟ فصل في النفي صحيح. لا، عندما يأتي بعض التفصيل في النفي فيراد به إثبات كمال ضده، فلا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال الحياة لله سبحانه وتعالى، لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن عندما يأتي بعض النفي يفصل فيه فلإثبات كمال ضده، فلما قال لا تأخذه سنة ولا نوم أراد بذلك إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته سبحانه وتعالى. إذا كان أهل الجنة لا ينامون وهم مخلوقون، لا عندهم، ما عندهم نوم أهل الجنة أبدا، ما عندهم نوم، حياة خلود سعادة أبدية، النوم يقطع عليهم السعادة هذه. أنت في الدنيا ما تنام، يا سلام لو نمت في الدنيا، أحد ما يستلم السرير بعد طول التعب الله أكبر أين السرير، لكن في الجنة أبدا ليس هناك هذا. فإذا كانت هذه المخلوق لما ينعم يبقى سعادته في كيف رب العالمين سبحانه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن ما ورد من النفي من تفصيل بعض النفي في كلام الله عز وجل فيراد به إثبات كمال ضده. فهمنا هذه المسألة؟ كل هذه مسألة دلنا على قوله تعالى ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، وهذا هو يعني ولا شيء يعجزه إجمال ولا تفصيل؟ إجمال، لأن دايما النفي إيه؟ مجمل، ولا شيء، قال إيه اللي يعجزه؟ كذا كذا، لا لا لا، ولا شيء يعجزه، أجمل النفي. وهذه طريق طبيعة، وهذا ما دلت عليه نص الكتاب والسنة، أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا. نعم، وعلى كل حال فهذا حنقف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا إله غيره سبحانه وتعالى. نعم، وتراجع إن شاء الله جل وعلا توضيح أول واجبات عند أهل الكلام. أول واجب، عشان اتفقنا إن أول واجب عند أهل السنة هو التوحيد. نعم، وهذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أما عند أهل الكلام أول واجب النظر يعني البحث عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. طب وجود الله جل وعلا وربوبية الله جل وعلا أمر مستقر في الفطرة، حتى من ادعى نفي الربوبية كفرعون كان يدعي ظاهرا، ولذلك قال الله جل وعلا وجحدوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكان بيدعي ذلك. ولذلك عندما حقق الحقائق أمامه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن هو كان عارف ولا لا؟ كان موقنا بذلك. فلما قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كذاب البعيد يكذب. هو كان يعلم أنه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مخبورا. فهمنا إيه؟ فهمنا أول واجب عند أهل السنة وأول واجب عند المكلفين. هناك من أضاف نوعا رابعا للتوحيد وهو الحاكمية. الحاكمية داخلة في ضمن توحيد الألوهية، كما قال جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحاكمية التحاكم لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. ولذلك أنتوا لما درستوا أصول الفقه، لما درستوا الحاكم
ألم تدرسوا أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى؟ فالحاكمية معناها إفراد الله جل وعلا بأن الحاكمية معناها إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فدل على أن التحاكم لأمر الله عز وجل هذا عبودية، وطالما ما عبودية يبقى داخلة في ضمن إيه؟ توحيد الألوهية. ولذلك لما يتكلم عليه السلف كثيرا لها داخلة في ضمن توحيد العبادة، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، ممكن يكون في الأزمان المتأخرة هذه التي نعيش فيها حدث فعلا يعني جرأة على الله سبحانه وتعالى، وجرأة على يعني على أحكام الله عز وجل، وصار يعني ينحون شرعة الله عز وجل عن الحياة، وهذه خيانة وغش. وما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية، يعني مثل يقول يرفع لكل غادر لواء عند استي يوم القيامة، يقول هذه غدرة بني فلان، وليس هناك غادر أخضر من رجل ملكه الله على البلاد والعباد فحكم فيهم بغير أمر الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل الحديث في صحيح مسلم. ففي هذه الأزمنة حدث فعلا افترق السلطان عن القرآن، فاحتجنا هنا الى فالذي يقول ان في نوع رابع، لا هي مش ليس هناك نوع رابع، ولكن هو داخل في ضمن توحيد الالوهيه، لكن نحتاج فعلا طالما الناس يخالفون في ذلك نحتاج الى ان نلقي عليه ونبين ونفصل في هذا الموضوع، لكنه داخل في ضمن توحيد الالوهيه. يعني فلا يقتصر توحيد الالوهيه فقط على ان النذر لله والذبح لله وجميع عبادات لله جل وعلا، وكذلك التحاكم لا يكون الا لله عز وجل ولا يشرك في حكمه احدا، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. فلو تحاكم لغير الله جل وعلا وارتضى وراء ان حكم البشر كحكم الله عز وجل او حكم البشر مقدم على حكم الله كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا زعم، والزعم مطية الكذب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.